موجود بين ايدينا علبه من القطع اللي كثير مميزه لحفظ ثلاث اشياء: المعجنات، الحلويات والاجبان. بيتميزوا هالعلب بغطاء جرسي بياخذ الهواء الضروري وبيمنع دخول رطوبه او هواء اضافي. منشان هيك لما اكون عم بحفظ المعجنات انا فيني اكون عم احفظهم بقلب هالعلبه، اذا بدي احفظ الخبز بكون عم بحفظهم بقلب هالعلبه، وحتى الاجبان كذلك الامر وغيره اشياء. هالعلبه يلي حطيت فيها 10 ارغ في صاج، بنفكر انه ما بتساع بس هي بتساع بسهوله، والقرفة حرزانه، واذا عنا الخبز يلي هو بنشتريه نحن العربي الابيض فينا نطوي الرغيف ونحط بقلبها بتساع 10 رغفة او اكثر. وهون عم فرجيكم بس حجم الرغيف انه مميز جدا. مبروك عليكم بلونها الجديد يلي هو لون الفوشيا، ان شاء الله تستفيدوا منها.